أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله أن الحشد الشعبي أول من قاتل داعش الإرهابي بعد سقوط مدينة الموصل. وقال يار الله أن الحشد الشعبي كان الظهير الأساسي والساند للقوات الأمنية طيلة السنوات الثلاث الماضية في محاربة داعش، وسيبقى قوة مهمة وأساسية في الدفاع عن العراق.